السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله بدأنا الحصة اللي فاتت في مجموعة امراض في غاية الأهمية، ألا وهي امراض البول. وانتهينا من الحصة اللي فاتت من دراسة موضوع اسمه اريبي اوف بون فراكشر، اصلاح كسور العظم. وكسور العظم بالنسبة لك قلت لك مهمة جدا، واظن انا فهمتها لك كويس قوي قوي قوي. وانا عاوزك دايما في حصص الباثولوجي عشان نكون بادئين على نور كده ترسم ورايا وتكتب كل كلمه، وزي ما اتفقنا في كلام بيتقال في المحاضره للاسف مش مكتوب عند حضرتك في الداتا وفي المحاضرات اللي بتنزلها، ولكن الدكتوره بتقوله وقالت ان هي هتجيبه في الامتحان وتسال فيه. فده دور يا زعيم، مش عاوزك لا تسمع المحاضره ولا تعمل اي حاجه، انا عاوزك تتابع معايا بس الاكثر والاقل. انا بسمع لك يا زعيم وبلخص لك الموضوع وبضيف لك كمان الكلام اللي الدكتور قايلاه وسط المحاضره، فما تقلقش من اي حاجه. حتى في مجموعه كلمات هنشرحها النهارده وتعاريف هتلاقيها ان هي مش موجوده دايركت كبوينتس في المحاضره، ولكن الدكتور قالتها فهقول لك زودها معايا. فانا مش عاوزك تقلق من اي حاجه، سواء اسئله سواء شرح كله هيتظبط بعون الله. موضوعنا في حصه النهارده بقى ألا وهو الأوستيومايلايتس. يعني كلمة أوستيومايلايتس؟ كلمة أوستيو يعني عظم، كلمة أوستيو يعني عظم يعني بون. والبون والله ممكن يكون كورتيكال بون وممكن يكون ميدالاري بون. طب بالنسبة لكلمة مايل، مايل يعني مايلويد تيشو، والمايلويد تيشو مقصود بيه البون مارو. المايلويد تيشو المقصود بيه البون مارو ألا وهو نخاع العظام. وكلمة ايتس يعني انفلاميشن، واحنا قلنا قاعدة قبل كده فكرك بيها اذا كنت ناسي يا صديقي. قلت لك ان اي التهاب في الدنيا لابد ان هو يكون اخو ايتس، ما عدا التهابات الرئة والغشاء الذي يحيط بالرئة، دول ملناش دعوة بيهم دلوقتي. فيما عدا الالتهابين دول فلابد ان الالتهاب يكون اخو ايتس. فدلوقتي كلمة اوستيو مايلايتس معناها ايه؟ انفلاميشن اوف بون اند بون مارو. انفلاميشن فين يا دكاتره؟ في البون والبون مارو. طب الانفلاميشن ده بيحصل فين؟ عند العيال الصغيره ولا عند الناس الكبيره؟ قال لك ممكن يحصل في العيال الصغيره او ممكن يحصل في الناس الكبيره. لو حصل في العيال الصغيره هيحصل في المكان اللي رايح له بلد كتير، وده انا قلته لك الحصه اللي فاتت. قلت لك ان في منطقه هنا رايح لها بلد كتير جدا، منطقه اسمها الميتافيزيس. عشان كده يا صديقي العزيز يقول لك ان هو لو حصل في التشيلدرن هيحصل في الميتافيزيس بتاع اللونج بون، يعني بيحصل في اللونج بون. فين بالظبط يا دكاتره؟ في منطقه الميتافيزيس. وبناء على هذا عاوز احب اجي حته كده قلناها الحصه اللي فاتت وازود عليها معلومتين عشان ده هيبقى اساس ليك كويس جدا. بص معايا، العظمه اللي قدامك دي احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان البادي بتاعها اسمه ايه؟ اسمه ديافيزيس. البادي يا دكاتره اسمه ايه؟ اسمه ديافيزيس. واتفقنا ان الحته اللي فوق اسمها ايه؟ الحته اللي فوق اسمها ايبيفيزيس. وما بين الديافيزيس والايبيفيزيس في منطقه هنا كده، المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها الميتافيزيس. طب حلو يا دكتور، ما بين بقى الميتافيزيس والايبيفيزيس في العيال الصغيره، في العيال الصغيره مش انت يا حبيبي، لا في التشيلدرن، في منطقه ما بين الميتافيزيس والايبيفيزيس هي اللي شايله الايبيفيزيس. شايف المنطقه اللي انا رسمها مستطيل ده؟ المستطيل ده يا دكاتره هو اللي شايل الايبيفيزيس، عامل زي الطبق كده. فبنسمي المستطيل ده ايه؟ بنسمي المستطيل ده، مهم جدا انك تعرف اسمه، بنسميه ايبي فيزيال. بنسميه ايه؟ ايبي فيزيال بليت. يعني ايه كلمه بليت؟ كلمه بليت يعني طبق، اكنه هو الطبق اللي شايل الايبيفيزيس، اكنه هو الطبق اللي شايل الايبيفيزيس. عملت اعلق عليك كده ليه يا دكتور؟ اصل المنطقه دي هي اللي بينمو من خلالها الطفل. انت عارف انت مش عندك الابيفيزيال لاين او الابيفيزيال بليت ليه؟ خلاص ما انت عظمك لحم. فالابيفيزيال لاين ده او البليت ده عباره عن كارتليج. عباره عن ايه؟ عباره عن غضاريف. حتى لو بصيت لصوت اكس راي بتاعت عيل صغير هتلاقي في خط اسود كده وسط العظم، المفروض العظم انك ما بتشوف الاكس راي بتلاقيه ابيض، العظم ابيض.
تلاقي كده في خط اسود، خط ابيض هنا او خط معلش اسود هنا كده. الخط الاسود ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكارتريج، لان الكارتريج ما بيبانش في الاكس راي. فانت لو بتشوف اشعه ممكن تعرف ده تشيلدرن تشايلد ولا ادلت. لو كان في الخط الاسود هنا كده يبقى ده تشيلدرن، ده لسه عنده ابيفيزيال لاين ما لحمش. اما لو بتشوف اكس راي بتاع شخص كبير هتلاقي العظم كله ابيض، اكيد مش هتلاقي فيه حته سودا الا لو كان فيه كسر. لكن بتكلم طبيعي، بتكلم ايه؟ بتكلم طبيعي. الا لو كان فيه كسر اه ممكن تلاقي حته سودا، لكن طبيعي انك تلاقي العظم كلها بيضة، الايبيفيزيس والميتافيزيس والديافيزيس. اما لو لقيت منطقه سودا كده ما بين الايبيفيزيس وما بين الميتافيزيس، ده اسمه الايبيفيزيال لاين او الايبيفيزيال جليد، وده المكان بتاع النمو بتاع الطفل يا دكاتره. ومش سالت نفسك سؤال، هو ليه الميتافيزيس هو الحته اللي بيكون فيها بلاد سبلاي كتير؟ عشان كده بيحصل فيها انفكشن، بيحصل فيها الالتهاب ده. لان يا صديقي العزيز هنا هنا كده اسمها الابيفيزيال بليت اللي بينمو من خلالها الطفل، فلازم اوصل كميه دم كبيره للمنطقه دي عشان الطفل يقدر ينمو. هوصلها ازاي؟ من خلال الاوعيه الدمويه. الوعاء الدموي بيدخل هنا، يدخل 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 ويدنه ماشي كده في المظله، بص معايا ركز في الحته دي، ويطلع هنا كده بزاويه، بص معايا كده، يطلع بزاويه كده، يطلع بزاويه كده، يطلع بزاويه كده. شايف الوعاء الدموي مش ازاي؟ دخل 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 دخل، وبعد كده اتلوى، حصل تنتنج، حصل لاويه كده، التوى عند المنطقه دي وبدا يرجع تاني يا دكاتره اهو. ما خلاص ما هو غزه، رجع لي بقى الدم كاويده، انت دخلت لي شرايين، رجع لي اويده، هيرجع الاويده اهي 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 كده، رجع الاويده عند حضرتك اهي. فادي دم الشريان ده كده داخل للعظمه، ودم الوريد ده كده يا دكاتره طالع من العظمه. توزيع الاضلاع دي مهمه، مهمه جدا انك تفهم ان الاركي وهو داخل جه عند منطقه الابيفيزيال لاين كده وحصل له تنتنج، يعني حصل له لاويه كده. طب كلام كويس. العظمه دي محاطه بغلاف اخضر من هنا ومن هنا. الغلاف الاخضر ده اسمه ايه؟ الغلاف الاخضر ده اسمه، ايوه قول معايا يلا صح، اسمه بيري اوستيام. والبير اوستيام هو الغلاف الذي يحيط بالعظم. واظن انت عارف من الحصه اللي فاتت ان البير اوستيام ليه وظيفتين. يالا وظيفته ايه؟ ليه وظيفه ان هو بيكون عظم، ولو اتشد عليه في سنسور ريسبتور فتحس بالالم. ده الوظيفتين دول انا عملتهم لك الحصه اللي فاتت. الكلام ده في غايه الاهميه وهيفيدني النهارده. يبقى تاني كده، انا بتكلم في موضوع اسمه عشان ما تتوهش مني يا صلاح، ما تتوهش مني، موضوع اسمه اوستيومايلايتس. كلمه اوستيو يعني عظم، ومايل يعني بون مار، ايتس يعني انفلاميشن. فتعريفها انفلاميشن اوف بون اند بون مار. الانسيدنس بتاعها قال لك والله ممكن تحصل في التشيلدرن، فين يا دكتور؟ في الميتافيزيس بتاع اللونج بون. طب ممكن تحصل في الادلت؟ ايوه، من ضمن المناطق اللي وصل لها او من ضمن الاجزاء بتاعت العظم اللي وصل لها شرايين كتير في الناس الكبار او في الادلت الناس البالغين الفقرات. عشان كده لو قال لك بتحصل اوستيومايلايتس لو حصل في الادلت يحصل فين؟ يحصل في الفيرتيبري. طب ده بالنسبه للانسيدنس، الا وهو معدل حدوث المرض. بعد كده هتلاقي عنوان اسمه التايبس، انواع المرض. يعني ايه انواع المرض؟ هو ده مش التهاب؟ ايوه يا دكتور. واي التهاب هو واحد من اثنين، اما التهاب حاد يسمى اكيوت انفلاميشن، اما التهاب مزمن يسمى كرونيك انفلاميشن. الالتهاب الحاد ممكن يجي في العظم من خلال الاوعيه الدمويه، فنسميه اكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس. او ممكن يجي للعظم ان هو يكون في منطقه هنا وينتشر دايركت للعظم فيعمل التهابات في العظم ونخاع العظام. كده جه عن خلال الاوعيه الدمويه؟ لا، ده كده جه دايركت، يعني من طريق غير طريق الاوعيه الدمويه، فبنسمي الموضوع ده نون هيماتوجينس اوستيومايلايتس. يبقى تاني، الاوستيومايلايتس منه نوعين كبار، اما اكيوت اما كوني. الاكيوت منه نوعين تانيين، اما هيماتوجينس اما نون هيماتوجينس. اللي يهمني في الليله دي كلها بقى الهيماتوجينس اكيد اوستيومايلايتس، وده اللي مشروح عندك بالتفصيل. انت عارف الكرونيك؟ هيقول لك عليه كلمتين. قال لك الكرونيك التهاب المزمن ممكن يكون سببه ايه؟ ممكن يكون سببه تي بي، بكتيريا التي بي، وهناخد عند حضرتك في اخر حصه النهارده جزء عن التي بي. ممكن يكون سببه بكتيريا السيفاليس،
ممكن يكون سببه مرض اسمه ساركيودوسيز. ومرض الساركيودوسيز يكتب عليه مرض التلحم. التلحم ده يا دكتور مش فاهم يعني. المرض ده مرض غريب قوي. اولا عاده بيحصل في منطقه البطن، نلاقي كتله كلها دم. عارف انت لما تذبح عجل ولا حاجه وتجيب منه حته لحمه، او المرض ده بيكون عامل، او الورم ده بيكون عامل كده. فهم مش عارفين يسموه، لدرجه ان هم سموه مرض التلحم، لانه بيلاقي في جسم الشخص ده مجموعه من الكتل عامله زي اللحمه، وكلمه لحمه يعني ساق، فيدوها لقب يقول لك ساركيودوسيز. كلمه ساق يعني لحمه، وكلمه اويد يعني شبيه، واوسيز يعني تكوين، فتكوين شبيه اللحمه، ورم كده بيتكون فيه كتل لحميه الاقصى. ولو كان المشكله ان هي بتبقى كتل خبيثه طبعا، والعيان ده عاده ما يتوفى، مرض السلوك بتاعه عنيف جدا، مالكش دعوه بيه، اهدم على ده كله. حصتنا يعتبر بدايتها من دلوقتي موضوع في غايه الاهميه يسمى اكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس. الموضوع ده هنتناوله من حيث ايه؟ مش ده التهاب؟ وبينتشر من خلال الاوعيه الدمويه، تمام. هو ايه الاورجانيزم اللي بينتشر؟ اول حاجه عاوز اعرف الكوزيتيف اورجانيزم. تاني حاجه الاورجانيزم ده بينتشر فين بالظبط؟ بيروح فين يا دكاتره؟ عاوز اعرف السايت. تالت حاجه الاورجانيزم ده بينتشر ازاي؟ يبقى ايه هو الاورجانيزم؟ وانتشر فين؟ وبينتشر ازاي؟ عاوز اعرف روت اوف انفكشن او روت اوف ترانزليشن، ازاي انتقل من مكان الى مكان اخر اللي احنا هندرسه مع بعض. عاوز اعرف ايه هي العوامل المساعده، ايه هي البريديسبوزنج فاكتور التي ساعدت الميكروب او البكتيريا ان هي تنتشر للمكان ده. طب ما انت فيك بكتيريا وانا فيا بكتيريا، ليه في عوامل مساعده يا دكاتره ساعدت في انتشار هذه البكتيريا؟ تعالى نعرفها مع بعض برضه. بعد كده هنتكلم على الباثوجينسيس، ازاي كيفيه حدوث التهاب، وهنا في بعض الكلام يتقال في المحاضره مش مكتوب عندك هنزوده مع بعض. بعد كده عاوزين نختم بعنوان اسمه الكومبليكيشن، مضاعفات الاكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس، يعني لما يحصل هنا التهاب في العظم ونخاع العظام منتشر من خلال الاوعيه الدمويه، ايه هي المضاعفات الناتجه عن الالتهاب ده. العناوين على عيني وعلى راسي هنطلعها وهحفظها لك بسهوله جدا، ما تهمنيش. اللي يهمني انك تفهم الموضوع كقصه. انا قلت لك العناوين اهي، بس انا مش همشي بالعناوين، امال انا همشي ايه؟ همشي بدماغي. همشي الموضوع كقصه، والقصه بتبدا من سبب المرض. سبب المرض هو عباره عن اورجانيزم قصاد حضرتك اهو. ادي اورجانيزم اهو. الاورجانيزم ده اسمه ايه؟ قال لك في 90% من الحالات هذا الاورجانيزم اسمه ستاف، اللي هي اختصار ستافيليوكوكس اورس، ده نوع من البكتيريا بنسميها ستاف. اسمها ايه يا دكاتره؟ اسمها ستاف. 90% من الحالات بتكون ستاف. في 10% ممكن يكون ستريبتوكوكاي، او ممكن يكون نيوموكوكاي، لكن 90% من الحالات بتكون ستافيليوكوكس اورس او ستاف اورس. بكتيريا الستاف ديت يا دكاتره بتنتشر الى الوعاء الدموي. طب هي بتدخل تنتشر للوعاء الدموي؟ لا، ده بكتيريا الستاف ديت تعمل التهابات في مجرى التنفس العلوي، او تعمل التهابات في مجرى المسالك او مجرى الكلى، وتبدا البكتيريا تنتشر من الالتهابات دي للدم. يبقى البكتيريا دي عشان تنتشر العيان يكون عنده ايه؟ عنده upper respiratory tract infection. عنده ايه يا زعيم؟ upper respiratory tract infection. واحد عنده لوز، واحد عنده التهابات في الجيوب الانفيه، التهابات الجيوب الانفيه سببها ستاف. واحد عنده التهابات في مجرى البول، التهابات مجرى البول ممكن يكون سببها ستاف. او قد يكون واحد عنده صديد، واحد عنده صديد في أي مكان في جسمه، عيل صغير عنده صديد في أي مكان في جسمه. المهم إن البكتيريا ديت هتنتشر، البكتيريا دي هتنتشر من خلال إيه يا دكاترة؟ من خلال الأوعية الدموية. وتبدأ البكتيريا تدخل للوعاء الدموي، وأول ما البكتيريا تدخل الوعاء الدموي، ده مصطلح مهم جدا جدا جدا. المصطلح ده اسمه إيه؟ قال لك مش بكتيريا في الدم،
فنسمي المصطلح ده بكتيريميا. نسميه ايه؟ بكتيريميا. يعني ايه كلمه بكتيريا؟ كلمه بكتيريا اللي هي الاستاف، وايميا يعني بلاد، فبكتيريا في الايميا يعني بكتيريا في البلاد، يعني الدم بتاع حضرتك بقى فيه بكتيريا، فالبكتيريا ماشيه في الدم وسرحانه وعماله تغني للست فيروز والست ام كلثوم، ولقت الوعاء الدموي اللي داخل للعظم، دخلت مع الوعاء الدموي اللي داخل للعظم، حلو كده، ودلتها ماشيه 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 بتتفسح لحد ما لقت التانيه دي. هي ليه يا دكتور انت عمال تضغط على التانيه دي؟ لانها مهمه. تخيل معايا انك ماشي بالعربيه بتاعت حضرتك اللي هي مش موجوده في التجمع اللي انت مش ساكن فيه، وماشي بالعربيه كده بسرعه 120 ولا 180، حلو؟ وقابلك منحدر لف عاوز تلف، ينفع تاخد اللفه وانت على 180؟ طبعا لو خدتها هتطلع على فوق على طول، يعني مش هتلف، هتطلع على فوق على طول. انت بتاخد اللفه ازاي؟ بتهدي خالص بالعربيه وتاخد اللفه على 40 على 20، وفي ناس بتاخدها على 10 كمان، الستات لما بيسوقوا العربيات يعني، مع حفاظنا ليهم طبعا من البيستيجهم العظيم يعني. المهم ان حضرتك لما بتلاقي حوادايا كده، اما بتلاقي لفه كده، طبيعي ان سرعتك بتقل. يا عم شبهها لك، لو حد فيكم واحد القاهره قبل كده، في اتوبيس في القاهره ازرق طويل كده، ما تعرفش تجيب اخوه، ما بيقفش. اول ما الاتوبيس ده بيهدي كده انت بتنزل على طول، ما بيقفش، انت هو يهدي تنزل على طول. فده نفس النظام، البكتيريا ماشيه مع الدم، حلو، سرعه الدم تبدا تقل في المنعطف. ليه؟ عشان يحمي جدار الوعاء الدموي من الخبطات بتاعه مجرى الدم. وهو الدم لو ماشي بسرعه هيخبط في الجدار فيعمل فيه التهابات، وده مشكله طبعا هنبقى ناخدها مع بعض بعد كده. لكن اللي مهم ان من حكمه ربنا ان الدم يجي هنا عند الثانيه دي ويبدا يقلل سرعته، فسرعه الدم تقل بسبب الحوده اللي موجوده، بسبب المنعطف اللي موجود. فلما سرعه الدم تقل، البكتيريا تنزل من الاتوبيس، البكتيريا تنزل من الوعاء الدموي، فالبكتيريا تبدا تبقى موجوده هنا كده دكاتره. والبكتيريا اما هي موجوده هنا تبدا تعمل دمج وتبدا تكسر في الحته دي، وتبدا ايه؟ تكسر في الحته دي وتجيب خلايا مناعيه، وتجيب ايه؟ وتجيب خلايا مناعيه. واما تجيب خلايا مناعيه يا صديقي العزيز، تبدا تكون عند حضرتك هنا صديد. بص معايا كده، تبدا تكون صديد اهو، عماله تكون في صديد كده، عماله تكون في صديد. الصديد اللي اتكون ده اتكون ازاي؟ بسبب ان البكتيريا جت في المنطقه دي وبدات تتكاثر، فحصل رد من الخلايا المناعيه، فالخلايا المناعيه جت تحارب البكتيريا، بس البكتيريا قويه، قالت للخلايا المناعيه تعالى انا هديك على قفاكي، وادتها على قفاها، فالخلايا المناعيه ماتت. الخلايا المناعيه ما تموت بتتحول لخلايا صديديه، فالخلايا الصديديه ديت هي عباره عن الخلايا المناعيه الميته الناتجه عن المعركه ما بين البكتيريا وما بين جهاز مناعه حضرتك. فاهم كده كويس؟ يبقى تاني كده واحده واحده. انا بقول لك انك عندك مصدر للبكتيريا هنا. على فكره المصدر ده بيديله لقب كده اسمه سيبتيك فوكس. اسمه سيبتيك فوكس. السيبتيك فوكس ديت والله ممكن تكون الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ممكن تكون اليوريناري تراكت انفكشن، او ممكن يكون ابسس موجود في الجسم. البكتيريا 90% سبب الحاجات دي ستاف اورس. الستاف اورس تمشي في الدم تعمل بكتيريا، تدخل للعظم، اول ما تدخل للعظم تمشي 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 لحد المنطقه دي، تلاقي تانيه هنا كده تدخل وتهدي سرعه الدم، يهدي سرعته، ولما الدم يهدي سرعته تلاقي البكتيريا نزلت في المكان ده وبدات تعمل التهاب في المكان ده، والخلايا المناعيه تيجي تهاجمها، الخلايا المناعيه ما تقدرش عليها المفتريه القادره، فالخلايا المناعيه تتهاجم والخلايا المناعيه تتضرب وتاخد على قفاها وعلى قفا اهلها كمان، فتموت الخلايا المناعيه، واما تموت تتحول لخلايا صديديه، تكون جزء من الصديد وكتله من الصديد هنا. طب بص معايا، الصديد ده يبدا ينتشر، الصديد ده يبدا ينتشر، واول ما ينتشر ينتشر للمناطق اللي حواليه، ممكن ينتشر تحت وممكن ينتشر هنا وممكن ينتشر هنا،
ولكن مستحيل انه ينتشر فوق. ثاني كده الصديد هيئنه تمام، ممكن ينتشر هنا او ينتشر هنا او ينتشر هنا، لكن مستحيل ينتشر فوق. حد يقول ايه؟ لانه صديق العزيز فوق في حاجه اسمها ابيفيزيال لاين. الابيفيزيال لاين هو يعتبر حاجز يمنع انتشار البكتيريا من منطقه الميتافيزيس الى منطقه الايبيفيزيس بسبب وجود الابيفيزيال بليت. عرفت ليه بقول لك يا زعيم ان الابيفيزيال بليت كان لازم تعرفه مهم؟ امال اخره يعمل ايه؟ اخره البكتيريا اللي هي ممكن تؤثر على الابيفيزيال بليت، وما تؤثر على الابيفيزيال بليت النمو، دي المنطقه اللي بيحصل من خلالها نمو، فالعيل نموه يبقى ضعيف شويه، يحصل خلل في النمو او يقل النمو بتاع العيل ده لاكثر ولا اقل، تلاقي ان المنطقه اللي فيها التهاب ولنفرض ان هي اللونج بون بتاع الليفت ليج رجله الشمال مثلا، فتلاقي رجله الشمال مش بتنمو بنفس المقدار اللي بتنمو بيه رجله اليمين، فتلاقي العيل معوج كده وتلاقي ميل كده ناحيه الشمال ناحيه الشمال شويه. ليه؟ لان رجل الشمال قصيره عن اليمين. ليه؟ بسبب حدوث فيها اوستيومايلايتس. طبعا ده بنعمل عاهه عند الطفل خصوصا في البلاد الفقيره اللي هي مش عندها دكاتره او عندها امكانيات ضعيفه ما بتعرفش تكتشف المرض ده بسرعه، خصوصا بلاد جنوب افريقيا والحتت فيها الفقيره خالص او المعدمه اللي بيحصل فيها مجاعات، الاوستيومايلايتس مشهور هناك قوي يا دكاتره. طب نكمل مع بعض. الابسس ده والخلايا الصديديه تقفل الاوعيه الدمويه اللي هنا، وما تقفل الاوعيه الدمويه العظم اللي هنا يبدا يموت. العظم اللي هنا ايه يا دكاتره؟ العظم اللي هنا يبدا يموت. بص معايا كده، العظم اللي هنا يبدا يموت، ادي العظم اهو، والعظم بيبكي دموع بسبب ان هو مات. العظم عمال يبكي اهو ان هو مات. العظم اللي ميت ده يا دكاتره مفروض ان احنا خدنا الحصه اللي فاتت، اما في حاجه متكسره وعظم متكسر ايه اللي يحصل؟ في ماكروفيج واوستيوكلاست تيجي عشان تشيل الحاجات اللي متكسره دي. طب هو انت عشان تيجي مش لازم تيجي من خلال طريق؟ هو انت هتيجي طريق مثلا؟ لا، تيجي من خلال طريق معين. الطريق ده اللي هو الوعاء الدموي. يا واد ما انا بقول لك الوعاء الدموي اتقفل. ما انا بقول لك ان الوعاء الدموي ده كده اتقفل. ليه؟ لان في جلطات اتكونت هنا. ليه؟ بسبب الالتهاب والدمار اللي حصل في المنطقه دي، فالعظم ده ما نعرفش نشيله. اخيرا بس نكسر الاطراف بتاعت العظم. بص معايا كده، بص معايا كده لو سمحت، اخيرا نكسر الاطراف بتاعت العظم دي كده لاقصى ولا اقل. اخيرا نكسر الاطراف لاقصى ولا اقل، فاصبح في عظم ميت جوه الصديد. اصبح في عظم ايه؟ اصبح في عظم ميت جوه الصديد. ده غير كده كمان، شايف البيوستيوم ده يا زعيم؟ البيوستيوم بدل ما هو كان لازق على عظم، ده البيوستيوم هيحصل له كده. بص تلاقي البيوستيوم بعد عن العظم كده. مش معنى اصل الصديد اجى يتراكم تحت البيوستيوم هنا. بص معايا، الصديد اجى يتراكم تحت البيوستيوم في المنطقه دي كده، جه يتراكم في المنطقه دي كده. حلو، الصديد اللي متراكم ده بنسميه ايه؟ بص معايا ركز قوي في الحته دي، مش ده متراكم تحت البيوستيوم؟ اه يا صديق، بنسميه صب. كلمة صب يعني تحت. صب بيري اوستيال ابسيس. يبقى ايه هو الصب بيو اوستيال ابسيس؟ هو عبارة عن الصديد المتراكم جنب تحت البيو اوستيال. طب العظم اللي ميت ده بقى نسميه ايه؟ قال لك العظم ده، واكتب لي الكلمة دي عند حضرتك لان الكلمة دي اتقالت في المحاضرة ومش مذكورة في الداتا الا على الصورة بس. لو ركزت في الصورة اللي موجودة في المحاضرة هتلاقي عليها الكلمة دي. قال لك العظم أكنه معصوق جوه الصديد. عارف أنت بعد يوم شاق في الكلية تطلع كده تلاقي عصارة قدامك وراجل بتاع عمك الحاج الكبير بيعصر القصب ويدخل عود القصب في المكنة، وأنت يعني تحس إن خلاص أنت شربت كده. أول ما تشرب عصير القصب إحساس فظيع، يعني الناس اللي بتحب عصير القصب يعني الناس اللي ما بتحبوش خلاص أنت محروم من حاجات كتير والله يا صديقي. المهم عود القصب اتعصى في المكنه، فانا كل ما عود قصب يتعصر في المكنه انا عاوزك تفتكر الحته دي، ان العظم اتعصى جوه الصديد. بنسمي الموضوع ده ايه؟ نسمي الجزء العظم ده نسميه سيك ويستروم. نسميه يا زعيم، نسميه سيك ويستروم. يعني كلمه سيك ويستروم؟ كلمة سيكويستروم ده من سيكويستريشن، والسيكويستريشن هو العصر، انك بتحبس حاجة، انت حابس العظم. العظم ده يا دكتور حواليه كتل من الصديد،
حواليه صليب في كل حتة كده، حواليه صليب في كل حتة كده، حواليه صليب في كل حتة يا دكاترة. فده اسمه سيكويستوم. ايه هو السيكويستوم؟ تعريفه مهم. السيكويستوم هو عبارة عن الديد بون، وهجيبها لك في الام سي كيوز لو سمحت. السيكويستوم هو عبارة عن الديد بون. طب كلام كويس، تعالى نجيب حط الكلام ده على الرسمة التانية عشان نكمل الخطوات بتاعتنا لو سمحت. ادي البيوستيوم اهو، حلو، ادي البيوستيوم اهو يا صديقي، تمام، اترفع بسبب السبيوستيوم نفسس. وهنا كده في عند حضرتك السيكويستوم، ادي السيكويستوم العظم اللي بيعيط على الاطلال زي عمك عبد الحليم حافظ، وادي الصديد هنا كده، ادي الصديد هنا كده، ادي الصديد في المقبل. خلي بالك الصديد هينتشر من المظله كمان، عشان كده في بدايه تعريف الاوستيومايلايتس قال لك هو انفلاميشن في البون، والبون مار بيتضمن جزئين، جزء الكورتيكال وجزء المظله يبون، ماشي. المهم ادي الصديد هنا، هو صديد الصديد هنا اهو، هو الصديد اللي تحت البي اوستيوم ده هيقعد ساكت كده وابونا يهديه؟ لا ما يقعدش ساكت. ليه؟ أول حاجة العيل ده البيوستيوم لما يتشد عليه عنده بين رهيب، عنده بين شنيع جدا، لازم تديله مسكنات، دي أول حاجة. تاني حاجة إن الأبسس ده يعمل إيريتيشن للخلايا الأم المبطنة للبيوستيوم، وده أنا قلته لك الحصة اللي فاتت يا صديقي. قلت لك ان البيوستيوم مبطن بخلايا تسمى الخلايا الجذعيه الستيم سيل او الميزنكايمال سيل، وهذه الخلايا لها القدره على البوليفيريشن ان هي تدي اي نوع من خلايا العظم، ما هتدي خلايا عظم، وللاسف يتكون عظم في المنطقه دي. بص معايا كده، في عظم يتكون في المنطقه دي كده، في عظم يتكون في المنطقه دي كده، عظم يتكون في المنطقه دي كده. يعني ايه يا دكتور؟ يعني اكتب ورايا الكلمه اللي انا هقولها دي، ومهمه قوي قوي قوي. هيحصل حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، بص تبقى هنا كده، هيحصل حاجة اسمها نيو بون فورميشن. نيو بون فورميشن يعني تكوين عظم جديد. تكوين العظم الجديد ده اديله مصطلح، هيقول لك يعني في المصريين انت عارف هم يحبوا المصطلحات، تعال نديله مصطلح، اسمه ايه يا صديقي؟ بص معايا كده وركز، اسمه انفولوكيوم. يعني كده اسمه ايه؟ اسمه انفولوكيوم. ان يعني تحت او جوه، يعني تحت البيوستيوم او جوه البيوستيوم هنا كده. انفولوكيوم ايه الانفولوكيوم ده او ايه النيوبون فورميشن ده؟ يقعد ده الصديق اللي عمل اريتيشن لتحت البيوستيوم، فبدا يحصل عند حضرتك الخلايا تهيج، وما الخلايا هاجت كونت عظم، فخلاص بقى ايوه فلت كونت عظم. العظم اللي تحت البيوستيوم ده اسمه انفولوكيوم، بس لا اكثر ولا اقل. اي حد نيته مشتركه وفاهم حاجه ثانيه انا مالي بيه، ماليش دعوه بيه، انا مالي، انا دلوقتي في الناس اللي نيتها سالكه، يعني انت مش فاهم انا بتكلم في ايه، عادي برضه سكيب الحته دي. اللي يهمني الاوستيومايلايتس يا زعيم، اللي حصل في الاوستيومايلايتس بكتيريا وصلت للمنطقه دي عملت التهابات كونت صديد. اما كونت صديد يا صديقي العزيز ايه اللي حصل؟ قال لك ان الصديد ده بدا ياثر على الاوعيه الدمويه، والمنطقه دي تتقفل ويحصل، والاوعيه الدمويه تتقفل، وما الاوعيه الدمويه تتقفل الدم اللي وصل للمنطقه ده يقل. يعني ايه كلمه دم قليل؟ يعني اسكيميا، يعني يحصل اسكيميا ونيكوزيس في العظم ده. يعني حصل ايه يا دكاتره؟ حصل اسكيميا وحصل نيكوزيس عند حضرتك في المنطقه دي. فما حصل اسكيميا ونيكوزيس ايه اللي حصل؟ قال لك اتكون عظم، العظم ده اسمه سيكويستوم، ده عباره عن عظم ميت، عظم نيكوتيك، اسمه ديد بون او اسمه السيكويستوم الاسم العلمي بتاعه. عند حضرتك الصديد ده هيعمل اريتيشن للبي اوستيوم، فما يعمل اريتيشن للبي اوستيوم يكون عظم هو كمان، نسمي العظم اللي اتكون ده ايه؟ اللي هو النيو بون فورميشن، نسميه انفولوكيوم. طب بس كده؟ لا مش بس ايه بس، استهدى عليا، بسم الله الرحمن الرحيم كده وصلنا على النبي، يلا نكمل. الصديد ده يسكت؟ لا، عمال يتكون، عمال يتكون، عمال يتكون، فياكل في العظم، ياكل في العظم، ياكل في العظم، عمال ياكل 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 لحد ما يفتح على الشاع بفتحه. لحد ما ايه؟ يفتح على الشاع بفتحه. الفتحه ديت ليها اسم اكيد يا دكاتره. بص معايا كده، ادي الفتحه دي بينزل من خلالها الصديد كده، الفتحه دي اللي بينزل من خلالها الصديد. قال لك والله التراك نفسه، هذا المسار يا دكاتره، المسار ده اسمه ايه؟
قال لك المسار ده بنسميه ساينس. بص معايا كده، المسار ده بنسميه ساينس. ادي ساينس عباره عن مسار كده. طب والله ايه كلمه ساينس دي يا دكتور؟ انا مش فاهمها. بص معايا، فاكر ثانويه عامه لما كنت بتستخدم الاله الحاسبه او انت بتستخدمها في علاج طبيعي في البايوفيزيكس، في ساين كوزاين كده. ساين جاي من هنا على فكره، يعني ايه كلمه ساين؟ ساين الزاويه، يعني جيب الزاويه. هو الجيب بتاعك ايه اخباره؟ حط ديك في جيبك كده، لو انت لابس حاجه ليها جيب حط ديك في جيبك. جيبك مقفول من ناحيه ومفتوح من ناحيه. طب ما هو هنا الصديد مقفول وهنا مفتوح، يبقى عامله زي الجيب ولا مش عامله زي الجيب؟ بص انت عندك باثولوجي، علماء الباثولوجي بص محنكين والله. قال لك خلاص دي عامله زي الجيب، مقفوله من ناحيه ومفتوحه من الناحيه الثانيه، فهي جيب الزاويه ساينس. يبقى الساينس هي عباره عن ايه؟ لو عاوز تعريف علمي ليها، هي عباره عن بلايند اند تراكت. عباره عن ايه انا؟ بلايند اند تراكت، لايند باي ايبيثيليوم. نوع الايبيثيليوم هنا مهم. يا دكتور مش مكتوبه عندي، اتقالت في المحاضره. يا دكتور مش مكتوبه عندي، موجوده في الكومبليكيشن. اغنيها لك يا عم. الساينس ديت لايند باي نوع ايبيثيليوم. ايوه يلا رجعنا لعلم الهيستولوجي يا دكتور، اللي انا مش عاوز افتكرها والله، وانا زهقان منها وزهقان منك شخصيا. يعني بص معايا كده، فاكر الايبيثيليوم ده اللي هو كان عباره عن 7-8 طبقات؟ الايبيثيليوم ده كان اسمه ايه يا زعيم؟ الايبيثيليوم ده كان اسمه ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. طب عمال تعلق لي عليه يا دكتور؟ اصل يا ولد الستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم هيحصل له اريتيشن بالصديد. يعني شايف الصديد اللي معدي ده هيقعد ياكل في الايبيثيليوم، فالايبيثيليوم يتكو يعمل اريتيشن للايبيثيليوم، عمال يضرب على الايبيثيليوم يضرب على الايبيثيليوم يضرب على الايبيثيليوم، لحد ما الايبيثيليوم يقول له بص انت مش نافع معاك الطيبه، انا خلايا طيبه، امال هتعملي ايه يعني؟ انت في ايدك تعملي ايه يعني؟ ده انت شويه ايبيثيليوم هضربك على دماغي. قالت له لا، ده الخلايا بتاعتك تتحول لخلايا شايسه، تتحول لخلايا سرطانيه، فممكن يقلب سرطان، ونوع السرطان هنا نسميه سكويموس سيل كارسينوما. والله موجوده اخر كومبليكيشن في الصفحه الثانيه، ما تقلبش مستعجل عليها، اقول لك كل حاجه والله، وهقرا معاك المذكره في الاخر كمان، بس انا بربط لك المعلومات ببعض. ليه حصل سكويموس سيل كارسينوما يا دكتور؟ وايه اللي جاب سكويموس سيل كارسينوما؟ اصل سكويموس سيل كارسينوما ده كانسر من الخلايا بتاعت الجلد. ايه اللي جاب الجلد للعظم؟ ده انا بتكلم في ده اسمه اوستيومايلايتس، التهاب في العظم ونخاع العظام. اقول لك يا ولا، لان عند حضرتك اتفتح ساينس، اتفتح تراكت، وهذا التراكت طالما فتح على الشارع، هو مش فتح على الشارع، فتح على الجلد، فبياخد نفس البطانه بتاعت الجلد. يعني الساينس دي بتاخد نفس البطانه بتاعت الجلد، ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، فما يطلع منها سرطان يكون نوعه ايه؟ سكويموس كارسينوما، يعني كارسينوما طالعه من السكويموس كارسينوما طلع من الستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. يا دكاتره نسميها سكويموس سيل كارسينوما، او بنختصرها اس سي سي. عشان كده في الكوميونيكيشن قال لك اخر كوميونيكيشن سكويموس سيل كارسينوما اون توب اوف، يعني على قمه اون توب اوف ايبيثيليوم لايند ساينس. هو مش شرح لك الكلام ده؟ انا بشرحه لك وده لازمتي طبعا. يبقى فهمت النقطه دي؟ طب كلام كويس. معلش يا اخي كلمه بس هتقل عليك، معلش انا عارف انت زهقت مني وطرت مني، معلش معلش خد معايا. عند حضرتك شايف التراك نفسه؟ التراك ده اسمه ساينس، ما بيحصلش تراك واحد، ده بيحصل اكتر من ساينس. يعني ممكن في ساينس تفتح هنا تاني، ممكن ساينس تفتح هنا تاني هنا، فتلاقي عند حضرتك في فتحات كده. شايف الفتحات دي؟ شايف الفتحات دي؟ الفتحات دي اسمها ايه؟ قال لك الفتحات دي بتجيب صديد. الفتحات دي ايه؟ الفتحات دي بتجيب صديد. الفتحات دي يا صديقي العزيز بص معايا كده، الفتحات دي بنسميها ايه بقى؟ الفتحات دي بنسميها كل واكه. ايه كل واكه دي؟ واحد يسمع، واحده سامعه المحاضره تقول لي يا دكتور والله ما اتقالت كل واكه دي بقى، انا مركزه في المحاضره، والله كل واكه ما اتقالتش، ما اتقالت استكل، بس اتقالت على استحياء، والدكتور قال لك هتسال فيها برضه. تمام؟ ايه الكل واكه دي بقى؟ الكل واكه هو كيس المجمع بتاع الطيور. ايه اللي جاب كيس المجمع بتاع الطيور؟ الاوستيومايلايتس. مش كفايه السكن وعديناها لك يا عم، ايه اللي جاب الكلواكه هنا؟ اقول لك يا سيدي، كل الحكايه الطيور مش زي حضرتك. كيس المجمع بتاع الطيور الطيور لما بيجي ينزل بينزل يورين وبينزل استون مع بعض، مش بينزل دي ودي لوحدها، لا يورين واستون مع بعض. تمام؟ وانت لو عندك عربيه ولا حاجه تلاقي ايه؟ طالع الصبح كده بتدور عربيه تلاقي حته حمايه كده بتشرف ايه؟ بتشرف على الكبوت ولا بتشرف على الازاز يعني. وخصوصا لو بنت يعني ما تبقي
تشغليش المساحه، لان لو في حمامه عملت بيب بي على الازاز وانت شغلت المساحه وانت ماشيه، او لو كان اكتر من بي خصوصا يعني سيل حمام او في غزو من الحمام جه على عربيتك يعني، ممكن وانت بتشغلي مساحه انت تتعمي ما تشوفيش خالص، لان المساحه هتنفش البي بي اكتر واكتر يعني، فانت ما تشوفيش خالص. فنصيحه للبنات اللي بيسوقوا يعني. المهم خلينا في كلواكه. ايه اللي جاب الكلواكه يا دكتور هنا؟ هو كل الحكايه بتاع الباثولوجي اللي شافها قال لك بص معايا، مش دي فتحه بتنزل صديد؟ فالفتحه هي مش بتنزل صديد بس، هي بتنزل كل اللي هنا يعني. الفتحه دي مش بتنزل صديد بس، ده في كتل بون متكسره بتنزل منها كمان، في بيسينيا متكسر بينزل منها، فاي حاجه بتنزل منها عامله زي كيس المجمع بتاع الطيور، اي حاجه بتنزل منها. فقال لك خلاص اديها لقب كيس المجمع بتاع الطيور، نسميها كلواكه. نلم الموضوع، نلم الموضوع. انا بتكلم في موضوع اسمه اكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس، كله سببه ايه؟ بكتيريا معفنه في 90% من الحالات اسمها ستيف، و10% ستيف تو نيوموكوكاي. الستاف دي موجوده في حاجه اسمها سيبتك فوكس. يعني ايه كلمه سيبتك فوكس؟ كلمه فوكس يعني بؤره، وسيبتك يعني صديد، يعني موجوده في بؤره صديديه. البؤره الصديديه قد تكون الابسس او اليورينري تراكت انفكشن او الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. البكتيريا اللي موجوده في السيبتك فوكس تنتشر في الدم فتسمى بكتيريميا. البكتيريا اللي في الدم توصل للعظم، هي وصلت لمناطق ثانيه. مش معنى العظم يا دكتور انت محير، ليه انت مضطهد العظم؟ لا انا مش مضطهد ولا حاجه، لان العظم بتاع العيل الصغير عند منطقه الميتافيزيس بيحصل من الاوعيه الدمويه حوده، بيحصل لها ثانيه كده، الثانيه دي بيقل فيها سرعه الدم، فالبكتيريا اللي راكبه الاتوبيس تنزل من الدم، واما تنزل تعمل هنا انفلاميشن، تعمل التهاب. الالتهاب يجي عليه خلايا مناعيه عشان تحارب البكتيريا، فالخلايا المناعية تموت فتتحول لخلايا صديدية، ويتكون صديد في المكان ده، يتكون أبسس في المكان ده، ويبدأ عند حضرتك الأوعية الدموية هنا تتسد بسبب الجلطات اللي تحصل بسبب انتشار الصديد. فالأوعية الدموية ما تتسد، كمية الدم اللي واصلة للعظم عشان تغذيه تقل، يعني يحصل إسكيميا، وما كمية الدم تقل جامد خلايا العظم تموت، فيحصل نيكروسيس، فحته من العظم تموت. مفروض انك تعمل ايه؟ تيجي تشيل حته العظم دي، طبيعي بالمايكروفيجوال اوستيوغراف ما تعرفش تشيلها. ليه؟ لان حضرتك الوعاء الدموي اللي بيوصل للخلايا دي مش موجود، فبالتالي مش هتقدر تشيلها، فاخرك تكسر الاطراف بتاعتها. حته العظمه الميته دي بنسميها ايه يا زعيم؟ بنسميها سيك ويستوم. نسميها ايه؟ سيك ويستوم. طب كلام كويس. والصديد انتشر تحت البيوستيوم بنسميه سبيوستيال ابس. الصديد اللي انتشر تحت البيوستيوم يعمل اريتيشن للخلايا الخامده المبطنه للبيوستيوم التي تسمى الستيم سيل او الميزنكايمال سيل، وعند حضرتك الخلايا تعمل بوليفريشن وتكون كتله عظم جديده، تكون نيو انفورميشن يسموها انفولوكيوم. هذا الصديد اللي متكون ياكل في العظم، مش هيسيبه في حاله، ياكل في العظم، ياكل 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 لحد ما يفتح على الشارع، يفتح بتراكت. هذا التراكت مقفول من يمه ومفتوح من اليمه الثانيه، زي جيب حضرتك مقفول من يمه ومفتوح من اليمه الثانيه، فيسمى جيب الزاويه، الا وهو الساينس. هذا التراكت لايند باي ستراتيفايد سكويموس اريسينيوم، لذلك ممكن يحصل عليه سرطان اسمه سكويموس الكارسينوما. الفتحات اللي هتفتح بره على الجلد بنسميها كلواكه، عامله زي كيس المجمع بتاع الطيور، لانها بتنزل اي حاجه، ينزل عظم متكسر، ينزل الابيثيليوم متكسر، ينزل صديد، فنسميها كلواكه. هي دي الباثولوجيكال فيتشر، هي دي الباثولوجي. هو ده الباثولوجي بقى، سيبك من الجنرال لان احنا كنا شرحنا الباثولوجي وان بقى العقيم. لا هو ده الباثولوجي، انك تفهم باثوجينيسيس وتفهم دي جت منين وواحد فين وليه؟ ليه دي حصلت؟ انا عاوز كل واحد يسالني يا دكتور ليه دي حصلت؟ مش عاوز احفظك حاجه يا زعيم. اخر حاجه عاوزين نتكلم فيها عن المضاعفات. المضاعفات يا دكتور يعني ايه؟ هي المضاعفات الناتجه عن المرض ده. اول حاجه يقول لك البكتيريا ممكن تنتشر للبلط تاني. ايوه والله ممكن تنتشر، يعني تنتشر الاوعيه الدمويه وتبدا تقول لي ما اتقفلت، ما هي اللي قفلت يعني. واحد يقول لي يا دكتور الاوعيه الدمويه مقفوله، ما هي اللي قفلت يعني، هي لما راحت للوعاء الدموي عملت فيه جلطه وقفلته، فهي هتستغل بقى الطريق وتنتشر للوعاء الدموي او تنتشر للاوعيه الدمويه الثانيه، بس مش هتنتشر هي لوحدها، لا ده هتنتشر هي والسموم بتاعتها. طب بص معايا في مصطلحات لازم أن تكون عارفها. لو البكتيريا انتشرت في الدم نسميها بكتيريميا، حلو كده؟ لو السموم بتاعتها هي اللي انتشرت يا دكاتره، لو البكتيريا موجوده في مكانها واللي بعتت السموم بتاعتها بنسميها توكسيميا. لو عند حضرتك البكتيريا والسموم انتشروا في الدم
بنسمي الموضوع ده سيبتي سيميا، سميه سيبتي سيميا. لو الصديد اللي انتشر في الدم واحد راكن في مناطق تانية زي اللانج زي الليفر وبدأ يعمل بقع صديدية في مناطق تانية، فبنسمي المصطلح ده بايميا. يبقى انا اول حاجة تلاتة ايميا، توكسيميا، سيبتيسيميا، بايميا. تلاتة توكسيميا قول معايا، تلاتة ايميا قول معايا، توكسيميا سموم البكتيريا انتشرت في الدم، سيبتيسيميا بكتيريا وسمومها، بايميا يعني عند حضرتك في بقع صديدية حصلت في مناطق تانية او انتشرت لمناطق تانية زي اللان، زي عند حضرتك الكيدني، زي الليفر، دي اشهر مناطق يعني بيحصل فيها بايميا او ما يسمى بالبايميك ابسس. المهم العظم ده مش ضعيف، اه ممكن يتكسر بسهوله، يحصل باثولوجيك فراكشر، كسر بسبب المرض. ده انا قلت لك لو في كسر حصل بسبب المرض بنسميه باثولوجيك فراكشر. الايبيفيزيا البليت انا مش قلت لك ياثر عليه فيكون في خلل في الجوز، يكون في خلل في الجوز، يقول لك alteration of epithelial bleed، لذلك حضرتك بالجوز بيبدا يهدى شويه او بيبدا يقل شويه. طب هو ده الاكيوت انفلاميشن؟ اه الاكيوت انفلاميشن ده مش ممكن يتحول لكونيك، هناخد كمان شويه حاجه اسمها الكونيك اوستيومايلايتس. فالاكيوت ممكن يتحول لكونيك، ومشكله الكونيك ايه يا دكتور؟ مشكله الكونيك بيحصل معاه مرض على طول اسمه secondary amyloidosis، اسمه secondary amyloidosis. بدون دخول في التفاصيل عشان تصعبوا عليا، بس ما بحبش حد يحفظ حاجه كده. ايه الامايلودوسيس دي؟ الامايلودوسيس هو عباره عن ابنورمال بروتين. هذا الابنورمال بروتين يوجد في جميع الامراض الليكونيك. تاني كده، هذا الابنورمال بروتين يوجد في جميع الامراض الليكونيك، هو عباره عن ابنورمال بروتين. الابنورمال بروتين ممكن يحصل خلل في الجينات ويتكون، ساعتها بنسميها برايمر، وده كان مرض عند عمك احمد زويل ومات بسببه. تمام، احمد زويل مات بسبب حاجه اسمها برايمري امايلودوسيس. طب اذا كان هناك مرض والمرض ده كونيك انفلاميشن وهو اللي حفز جسمك خصوصا منطقه الليفر، هو اللي حفز الكبد بتاعك ان هو يطلع ابنورمال بروتين اللي هو الامايلويد بروتين، ده بنسميه سكندري امايلويدوسيس. سكندري ليه؟ لانه سكندري المرض معين الا وهو اللي كونيك اوستيومايلايتس. انا بتكلم في الاكيوت يا ولد، ما خلي بالك هو قال لك في الكومبليكيشن، لو 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 اتحول لكونيك يحصل سكندري امايلويدوسيس. اخر حاجه رقم 6 سكويموس سيل كارسينوما. تعالى بقى نلم لك اكيوت هيموتوجينوس كله عناوين كده، افتح معايا المذكره عند حضرتك كلهم معايا عناوين كده لو سمحت. اول حاجه كاتب لك الديفينيشن، انا مش حابب الديفينيشن ده، انا ما بحبش الديفينيشن ده، اكتب لي كده فسرها لي احسن. كوزيتيف اورجانيزم، ايه هو الكوزيتيف اورجانيزم يا زعيم؟ الكوزيتيف اورجانيزم يا دكتور 90% ستاف، وفي نيوموكوكاي وفي ستريبتوكوكاي، دي نسبه ضعيفه. بالنسبه للسايد فين؟ اهو الميتافيزيس اوف لينجوبول. بالنسبه للروت اوف انفكشن او روت اوف ترانزميشن، يعني البكتيريا دي اتنقلت هنا ازاي؟ من خلال البلد، فبنسمي البكتيريا دي بلاد بوني انفكشن. بلاد بوني انفكشن، فهتلاقي التعريف عندك بلاد بوني انفكشن ان ميتافيزيس اوف لينجوبول، فسرها لي عشان تفتكرها في الامتحان. لو جالك نظر يعني احنا مش عارفين نظر ولا نمسك لحد دلوقتي ولا الدنيا واحده بينا على فين، بس زي ما يكون يعني. اللي بيديسبوزنج فاكتور يا دكاتره، اللي بيديسبوزنج فاكتور العوامل المساعده، عوامل المساعده ليه البكتيريا دي راحت الدم؟ لوجود السيبتك فوكس ابسس او يورينري تراكت انفكشن او ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. ايه هي الباثوجينيسيس؟ الباثوجينيسيس ده انا عاوزك افتح معايا بقى المذكره عند حضرتك، عاوزك تكتب تقرا معايا الباثوجينيسيس عشان نترجم لك كل كلمه. بص معايا كده، صلي على النبي في الباثوجينيسيس كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه في الباثوجينيسيس قال لك سيبتك فوكس، تمام؟ سيبتك فوكس دي بتعمل ايه؟ بتعمل بكتيريميا، يعني بكتيريا في الدم. البكتيريا لوكالايز ان ذا ميتافيزيس، البكتيريا اللي حصل لها لوكالايزيشن في الميتافيزيس. ليه يا دكتور حصل لها لوكالايزيشن في الميتافيزيس؟ قال لك بسبب حاجتين، لان لو حصل تروما في المنطقه ديت، بص معايا، لو حصل تروما في المنطقه ديت، المنطقه دي مليانه اوعيه دمويه تتعور ويحصل هيماتوما، ما خدناها الحصه اللي فاتت، يحصل ايه؟ يحصل هيماتوما، تجمع دموي. فالتجمع الدموي بينمو عليه البكتيريا طبيعي، لو حصل فيه هيماتوما بتنمو عليه البكتيريا، بس مش ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي ايه بقى؟ يقول لك شابلي، بص معايا كده، شابلي بنت ميتيفيزيال بلاد فيسل. تاني كده، شابلي بنت، يعني بنت يعني التاني، ماشي؟ شابلي بنت ميتيفيزيال بلاد فيسل، يعني البلاد فيسل اللي موجوده في الميتافيزيس شابلي بنت، يعني ملويه او ملوحه بصوره حاده شويه، بحيث ان سرعه الدم تقل فالبكتيريا تنزل من هنا. بكتيريا
تعمل ايه؟ سبيوتيف انفلاميشن. انا حكيت لك ليه؟ لان الخلايا المناعيه بتيجي، والخلايا المناعيه ما بتيجي مش تقدر تحاربهم، فبتتحول الخلايا المناعيه الى خلايا صدريه، يحصل سبيوتيف انفلاميشن. البكتيريا توكسين، بكتيريا التوكسين عند حضرتك اما تبدا تنتشر هنا تدمر على الوعاء الدموي، وما تدمر الوعاء الدموي يا زعيم يحصل ان الوعاء الدموي كميه الدم اللي بتغذي هنا تقل، فيحصل اسكيميا ويحصل نيكروسيس. ويحصل ايه؟ يحصل نيكروسيس. قال لك ادي حصل نيكروسيس، تمام كويس. بص بقى في الثلاث رسومات اللي انا حاطهم لك تحت، ثلاث رسومات جمال جدا جدا جدا. اول رسمه عند حضرتك هتلاقيها على الشمال كده، انا حاطط لك الاوعيه الدمويه وهي متنيه. ثاني رسمه عند حضرتك كده هتلاقي فيها ايه؟ ثاني رسمه هتلاقي اول حاجه عند حضرتك يقول لك في انيشال سايت اوف انفكشن. حاطط لك ايه ثاني كده؟ بص معايا وركز قوي. اجي كده بص في الرسمه دي، حاطط لك انيشال سايت اوف انفكشن في البي او اي، وده البي اوستيام كده. طب كلام كويس. ايه اللي هنا؟ البلاد سبلاي بلوك، البلاد سبلاي بيقل وتكون سب بي اوستيال ابسس هنا كده، في سب بي اوستيال ابسس هنا. طب يا دكتور العظم اللي اتكسر والعظم اللي الميت هنا ده اسمه سيكويستروم. طب العظم اللي اتكون جديد هنا، هو هنا مش فسرها، يعني مش الصوره مش مفسراها زي ما انا مفسرها هنا. عشان كده احنا الحصص دي على السبوره، الحصص دي مهمه جدا انك تفهم الماسونيسس بتاعتها. ده اسمه انفولوكيوم، يعني نيو بون فورميشن. طب بالنسبه للباص اللي حصل له هروب ده بيعمل ايه؟ قال لك الباص ده بيفتح من خلال تراكت، التراك ده بنسميه يا زعيم، التراك ده بنسميه ساينس. طب الفتحات اللي حصلت في العظم دي بنسميها ايه؟ كلواكات. بنسميها ايه؟ كلواكات. فهمت كده الموضوع كويس؟ يا دكتور انا كده فاهمه كويس. ادخل على الكومبليكيشن كده، قال لك والله دوكسيميا سيبتيسيميا بايميا دايركت سبريد للسراوندنج يا زعيم، باثولوجيكال فراكشر في التريشن في الفيزيال بليد، يحصل مشكله في الجروث ريت، في كونيك سبيويشن اوستيومايلايتس، يحصل سكندري اميليدوسس، لو في سكويموس سيل كارسينوما. ايه يا دكتور؟ اون ذا ايبيثيلايزد ساينس تراكت. اون ذا ايبيثيلايزد ساينس تراكت. يعني ايه اون ذا ايبيثيلايزد ساينس تراكت؟ يعني عند حضرتك، ثواني كده خليكم معايا، يعني عند حضرتك الايثيريوم ده اللي حصل في الساينس ممكن يقلب لكانسر. ده بالنسبه للاكيوت اوستيومايلايتس. طب بالنسبه للكونيك بقى، بص معايا كده، الكونيك ممكن سببه تي بي سيفاليس او ساركويدوسس، لكن اللي يهمني هنا في التي بي حاجه واحده. اول حاجه في التي بي، اول حاجه معلش في الكونيك، قال لك اللي بريدسبوزنج فاكتو ان عيان يكون عنده اكيوت سبيوتيف هيماتوجينوس اوستيومايلايتس وتحول لكونيك، فدي اول حاجه اللي بريدسبوزنج فاكتو. بعد كده الكوستيف اورجانيزم اللي استقبل. بعد كده هتكلم لك على الباثولوجيكال فيتشر، والباثولوجيكال فيتشر هنا يا صديقي العزيز هي الكلمه دي اللي تهمني، بودز ابسس، بتيجي في الام سي كيو مهمه جدا. يعني ايه بودز ابسس يا دكتور؟ بص معايا، شايف الصديد ده افرض الشخص كانت مناعته قويه والصديد ده ما انتشرش، فايه اللي يحصل؟ الصديد ده يفضل موجود هنا كده، الصديد ده يفضل موجود هنا كده، الصديد ده يفضل موجود هنا كده، يفضل موجود هنا كده، وتلاقي ان العظم بدا يحوط الصديد ده، فخلاص مش هيبقى منه ايه؟ مش هيبقى منه، او انت مش هيحصل ساينس، مش هيحصل كلواكه، مش هيحصل انفلوكيوم، مش هيحصل الحاجات دي كلها، انت فاهمني؟ فالصديد اللي اتكون هنا ده مش هتكون في يوم وليله، ده صديد عاوز سنوات عشان يتكون صديد، ومناعتك تغلبه وتقعد تحاوطه 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 عشان تجمعه في حته صغيره خالص. نسميها ايه؟ بودز ابسس. ايه البودز ابسس؟ هو اكيوت ولا كونيك؟ كونيك. جمله ام سي كيو، هو اكيوت ولا كونيك؟ كونيك. الابسس ده محاط بطبقه من الفايبروسز ومن العظم، المهم ان انا بحوط لبودز ابسس ده. اقرا معايا كده، يقول لك البودز ابسس هو ويل سيركمسكرايبد، يعني محدد الاطراف، ويل سيركمسكرايبد فوكس اوف سبيويشن انلارج جرادولي، بتكبر بصوره تدريجيه، بتكون كافيتي، متكون كافيتي مليان بالصديد بس لا اكثر ولا اقل. ده البودز ابسس. ايه مشكلته؟ ايه مشكلته يا دكتور؟ ما هو الصديد هيضعف العظم، فممكن يحصل باثولوجيكال فراكشن. الصديد ده كونيك ولا اكيوت؟ كونيك، فيحصل اميلودوسيس، ولو عايز تكتبها لي كمان اكتب لي سكندري اميلودوسيس. يحصل بقى حاجه اسمها افيوجن اوف نيبوينج جوينت. يعني كلمه افيوجن؟ افيوجن يعني اتشاح. يعني ايه اتشاح؟ مش ده مفصل اهو؟ ده مفصل، تخيل لو في عظمه ثانيه هنا هنا. بص تخيل لو في عظمه ثانيه كده اهي، بص معايا، تخيل لو في عظمه ثانيه هنا اهي، يبقى ده الايه؟ ده المفصل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، ده المفصل كده اهو يا زلمه. ده المنطقه بتاعت المفصل. طبيعي طبيعي ان الاوستيومايلايتس لا ينتشر الى المفصل. ليه؟ لان وجود الابيفيزيال لاين زي ما احنا قلنا بيحمي المفصل انه ينتشر.
غير كده تلاقي الاوستيا ماسك في الحته دي جامد قوي فما يعرفش يخترقها. تمام، ده كلام كله مش موجود عليك. اللي يهمني ان الصديد ما ينتشرش للجوينت. عشان كده في الكومبليكيشن بتاع الاكيوت قال لك في مشكله في الجوينت، لا قال لك توكسيميا سبتسيميا بايميا وفيروجيكال فراكشر، في مشكله في الجروس في سكند امري في كانسر كمان، لكن قال لك الجوينت في حاجه جوينت سليم. الجوينت سليم، الجوينت سليم يا دكاتره، مش في حاجه خالص. امال هنا ليه يا دكتور بتقول ان الجوينت فيه فيوجن؟ يعني ايه كلمه فيوجن؟ كلمه فيوجن معناها ارتشاح. يقول لك ده عنده ارتشاح على المفصل، عنده ميه على المفصل. ليه بقى؟ المفصل بيبكي عن العظم، زعلان عن العظم. يعني ايه يا دكتور؟ حتى في بعض الكتب زي كتاب طب الزقازيق يكتب سيمباثيتك فيوجن. سيمباثيتك يعني تعاطفي، مش فاهم يا دكتور يعني. يعني كل الحكايه الالتهاب اللي حصل هنا المنطقه دي هتتاثر ويحصل عليها بعض الارتشاحات بسبب الاوعيه الدمويه، يحصل فيها فاز دايليتيشن فيحصل ارتشاح وكميه الميه تزيد. لكن تصاب باي مرض لا، هي شويه ارتشاحات بس لا اقصى ولا اقل. ودي طبعا على الجوينت اللي حوالين المنطقه بتاعت الاوستيومايلايتس. عشان كده قال لك افيوجن اوف نيبون، ومش قالها لك في الاكيوت لانها عاوزه تحصل على مدار فتره طويله قبل ما قلب الجوينت يرق ويضعف ويعمل ويحس باللي حواليه، يكون المرض خد وقت طويل فيكون الكرونيك اوستيومايلايتس. يبقى الكرونيك اوستيومايلايتس عند حضرتك هو عباره عن ايه؟ اكيوت وانابليكونيك. سبب وستاف زي الفل. اهم كلمه فيه البودز ابسس، ومعاه بيكون في افيوجن، في افيوجن في مفاصل او فيوجن في النيبون بيجن. حد عاوز حاجه في الاكيوت هيماتوجينوس اوستيومايلايتس او في داس اوستيومايلايتس، اظن انا لميته لك كويس جدا وقيت كل كلمه معاك من المذكره. اخر حاجه عندنا يا دكاتره حاجه اسمها التي بي في البون. في تي بي في البون؟ اه في تي بي في البون، تعال نتعرف عليه. بص بقى يا صديقي في التي بي بتاع الفيتبي عشان نفهمه مع بعض كويس. عند حضرتك لازم قبل ما نبدأ في المرض ده لازم نعرف الفيتبي الأول وكذا معلومة عليها كده، وده عادتنا في الباثولوجي. خلي بالك قبل ما اديك أي مرض لازم نعرفك شوية نورمال كده. الفيتبي متوصف في العمود الفقري في مجموعات معينة، بحيث ان اول مجموعه من الفقرات اسمها سواسك فيتبري اللي هي الفقرات العنقيه، ثم الفقرات الصدريه اللي عددها 12 اللي هي السواسك فيتبري، ثم اللامبا فيتبري الفقرات القطنيه، ثم اخيرا الكوكسيجيال فيتبري الفقرات العصعصيه. اكبر فقرات وصل لها كميه دم هي تعتبر الفقرات السفلى من السواسك والفقرات العليا من اللمبا. يعني ايه؟ يعني اللوا سواسك في تي بي والابا لمبا في تي بي، دي اكبر فقرات وصل لها تغذية دموية. وخلي بالك يا صديقي العزيز ان اي فقرة، ادي فقرة اهي كده تمام، ادي جسم الفقرة، وادي ده كده ادي السباين بتاع الفقرة، ادي جسم الفقرة كده وادي السباين بتاع الفقرة، وما بين الفقرة والتانية كده عند حضرتك في ايه؟ في غضوف. بص معايا كده، ما بين الفقرة والتانية كده في غضوف. طب كلام كويس، انا عند حضرتك بكتيريا التي بي عشان تدخل هتدخل من خلال الاوعية الدموية، والاوعية الدموية بتكون ملي في الجزئية دي كده. بص الاوعية الدموية بتكون ملي في الاجزاء دي كده، يعني الاوعية الدموية بتكون بصورة رئيسية بتغذي الانتيريو بارت بتاع البادي. بص معايا كده، الحتة دي كده اسمها البادي بتاع الفيتبي، اما ده كده اسمه السباين. فالشرايين في الجزء الامامي من البادي بتاع الفيتبي، في الجزء الامامي في البادي بتاع الفيتبي. فايه اللي يحصل؟ البكتيريا تيجي في المنطقة ديت، واول ما تيجي في المنطقة ديت عند حضرتك تبدأ تكسر فيها، فتلاقي الفيتبي بدأت تتكسر. فبدل ما منظرها عامل كده هيبقى منظرها عامل كده. تخيل معايا كده صديقي العزيز، هتبقى متكسرة كده اهي، هتبقى متكسرة كده. شايف الفقرة عاملة ازاي؟ هتبقى متكسرة بنفس هذا الشكل كده. ادي الفقرة متكسرة كده، متكسرة في المنطقة اللي فيها أوعية دموية كتير. مش معنى لأن المنطقة دي بيوصل لها كمية بكتيريا كتير فهي تتكسر بصورة كبيرة. وأدي عند حضرتك كمان الغضروف يبدأ يتقصر. بص معايا، الغضروف يبدأ يتقصر، فالجزء الأمامي عندك بدأ يتقصر. فتلاقي بدل ما ظهر العيان عامل كده وظهره نورمال، لأ
بدأ الظهر يحصل فيه انحناء، بدأ يحصل فيه تحدب للأمام ولا للخلف؟ مش الجزء الأنتيو هو اللي باظ، يبقى بالتالي الانحناء هيحصل للأمام وليس للخلف، يبقى بالتالي عند حضرتك اللي هيحصل كيفوسز. يعني ايه كلمة كيفوسز يا صديقي؟ يعني تحدب. كلمة كيفوسز يعني تحدب. غير كده هتلاقي فيه تشوهات، في تشوهات في العمود الفقري، وفي تشوهات في الميل بتاع العمود الفقري، يحصل ديفورميتي. غير كده يضغط الاجزاء اللي اتكسرت دي، تضغط على الحبل الشوكي وتضغط على الاعصاب، فممكن تعمل شلل، يبقى بيحصل عندك تشوه. التشوه ده ازاي؟ فهيئة كيفوسيس، تحدب. تاني حاجة عند حضرتك بيحصل ضغط على الاعصاب، فممكن يحصل شلل. تالت حاجة نلاقي ايه بقى يا صديقي العزيز؟ حاول تركز معايا كده. نلاقي ان التبيب يكون معاه مادة صفوة هنا كده، بص مادة صفوة هنا كده، فيجمع مادة صفوة هنا كده. المادة الصفوة ديت، بص معايا كده، ادي مادة صفوة اهي. المادة الصفوة ديت يقولك ان هي عاملة زي الصديد. عاملة زي ايه؟ عاملة زي الصديد. ما هو الصديد اصفى، فنسميها ابسس. نسميها ايه؟ نسميها ابسس. هو التبي ده كونيك ولا اكيوت؟ كونيك. حلو كده؟ طب كلام كويس. اللي كونيك انفلاميشن بيتميز ان الاوعية الدموية بتاعته بتكون بهذا المنظر. ايه المنظر ده؟ تلاقي الاوعية الدموية بتاعته ضيقة، بيحصل في حاجة اسمها اند ارترايتس اوبليترانس. ايه الاند ارترايتس اوبليترانس؟ كلمة اند يعني نهاية، وكلمة ارترايتس يعني التهاب الشرايين، وكلمة اوبليترانس يعني قفل، يعني قفل نهايات الشرايين. فالشرايين دي بتغذي الفقر، فالشرايين دي تتقفل، والبكتيريا هنا كتير فتتضمى. فمفروض عند حضرتك ان يعاد بناء المنطقة دي مش هتعرف تتبني. ليه؟ لان الشرايين مقفولة، فالدم اللي بيغذي المنطقة ديت مش اللي جاي للمنطقة دي قليل، فمش هتعرف تتبني. طب كلام كويس، بتقول لي الكلام ده ليه؟ اصل بص معايا، الابسس اللي هنا اسمه اسم غريب قوي، اسمه كولد ابسس. ايه كلمة كولد ابسس؟ تخيل لو انت عندك صديد في ديك، اكيد كلنا جالنا صديد، اما بتلمس الصديد بيكون سخن ولا بارد؟ بيكون سخن يا دكتور. طب امال ده سميته كولد ليه؟ اصلا ده مش ابسس اصلا. امال ده عباره؟ ده عباره عن ماده صفراء. الماده الصفراء دي يا صديقي العزيز اسمها كيزياس ماتيريال كازيشن، بيحصل مع التي بي عامل زي جبنه الكازين. تاني انا عاوز اقولها لك تاني، عند حضرتك التي بي بتاع الفي تي بي اسمه ايه يا صديقي العزيز؟ قال لك والله مشكلته ان البكتيريا بتيجي للمنطقه اللي فيها اوعيه دمويه كتير، اللي هي اللور ثوراثيك والابر لمبر، تيجي تنتشر للمنطقه دي كده وتبدا تاثر عليها وتعمل كونيك انفلاميشن وتكون جرانيولوما وماده صفراء هنا اسمها كازيشن، والاوعيه الدمويه يحصل فيها اند ارترايتس اوبليترانس. اللي شاف المنطقه دي، شاف الحته الصفرا دي، الماده الكازيشن اللي هي مش صديد، شافها كصديد فسمها ابسس، واما لمسها لقاها كولد فقال لك خلاص ده الصديد البارد. على فكره التسميه دي غلط، هو مش صديد، ده كيزياس ماتيريال، وهو مش كولد يا ولا، لانه مش صديد اصلا، فمش ينفع نقول كولد ولا هوت. ما اكيد كده 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 الصديد لازم يكون هوت، الصديد لازم يكون احمر، المنطقه حمراء والمنطقه سخنه والمنطقه وامه. اما ده شافها اكنها، قال لك والله عامله زي الصديد، فخلاص ديت ايه؟ ابسس، ولكنها باده فنسميها كولد ابسس. طب بص معايا كده، انا عاوز برضه نقرا كل كلمه مع بعض، ادي عند حضرتك ونفسر كل كلمه. اول حاجه قال لك التيوبيكيروزيس اوف في تي بي، العالم اللي اكتشفه اسمه بوتس فسميناها على اسمه، سميناها بوتس ديزيز. خلي بالك شرحته في باثولوجي 1، والله شرحته في باثولوجي، وبشرحه لك في باثولوجي 2. بيجي فين؟ في اللور ثوراسيك والابر لمبر. ليه؟ لانهم اكتر حاجه متغذيين بالدم. بص ادي اللور ثوراسيك والابر لمبر، ادي اللور ثوراسيك والابر لمبر. طب كلام كويس، تلاقي ان الفي تي بي بتتاثر. طب والديسك بيتاثر ولا لا؟ الديسك بيتاثر هو كمان. طب ومعلومه ان الديسك بيتاثر دي مهمه، مهمه جدا، مهمه جدا. ليه؟ افرض عند حضرتك الديسك، او عند حضرتك تي بي في البون، وعندك بون ميتاستاسيز. يعني ايه؟ قد يكون في سرطان في منطقه معينه في جسمك، والسرطان ده ينتشر الى العظم، والسرطان ده ينتشر الى يدك، ينتشر الى العظم، وما ينتشر العظم يبدا يكسر في الفقرات ويكسر في الفيتبي. عمال بص عمال يكسر في الفقرات كده، عمال يكسر في الفقرات. طب هو انا فرق ما بين السرطان وما بين التبي ازاي؟ لو لقيت الغضروف سليم يبقى ده سرطان،
يبقى ده بون ميتاستاسيس. يعني ميتاستاسيس يعني انتشار، يعني في سرطان في منطقه وعمل ميتاستاسيس للعظم، وعمل ايه؟ وعمل ميتاستاسيس للعظم. اما لو لقيت الغضروف اللي ما بين الفقرات متضمه، اعرف ان ده تي بي. فعشان كده يقول لك ان الديستراكشن بتاع الديسك از امبورتنت ان ذا ديوجرافيك ديفرنشيشن اوف تي بي فروم بون ميتاستاسيس. يعني هو بيديفرنشيشن، يعني بيفرقه عن البون ميتاستاسيس اللي فيه الديسك بيفضل سليم، الديسك يمين انتكت يا دكاتره. طب كلام كويس. ايه هي المين فيتشرز اوف بودز ديزيز؟ ايه هي العناصر الاساسيه لبودز ديزيز؟ اول حاجه عند حضرتك الديفورميتي، التشوه. ازاي بيحصل؟ انتيو كولابس للديستويد فيتبي بسبب ويحصل عند حضرتك الكيفوسيس. تاني حاجه بيتكون الكولد ابسس، عباره عن ايه؟ اسكويز دي كيزياسماتيه، الكيزياسماتيه المتجمعه. تتجمع فين؟ في المكان اللي حصل في التي بي، اشهر مكان السواسك واللمبا. تمام كده. ممكن تتجمع في السيف في السيرفايكال، بس بنسبه قليله. لو اتجمعت في السيرفايكال بتتجمع في المنطقه ديت ومنطقه الفانكس، ومنطقه الفانكس، ومنطقه الفانكس بنسميها ريتروفارينجيال ابسس. ريتروفارينجيال ابسس يعني ابسس في المنطقه دي كده. تمام. طب لو اتجمعت في منطقه السوركس بتتجمع في منطقه البوستيريو ميدياستاينوم. طب لو اتجمعت في اللمبا بتتجمع في مثلث موجود على الجانبين في ناحية الظهر، لان انت لو بصيت لظهر العيان هتلاقي مثلثين هنا كده. المثلثين دول اسمهم ايه يا دكاتره؟ قال لك المثلثين دول اسمهم لامبو دوزل تريانجل. لامبو دوزل تريانجل يعني دوزل لانه موجود ورا، لامبو لانه عنده منطقة اللمبا، نسميه لامبو دوزل تريانجل. يحصل كولد ابسس في المنطقة دي، وممكن ينتشر. بص معايا كده، بص معايا كده لو سمحت، عشان برضو تكون فاهم، انا مش بحبك تحفظ الفقرات دي كده. اسمها لامبا فيتبري. حلو. المثلث اللي موجود هنا كده يا دكاتره اسمه لامبو دوزل تريانجل. طب كلام كويس. في عضله موجوده اظن انت واخدها في الاناتومي، عضله هنا كده اسمها سوس ميجو مصل، سوس ميجو، عضله السوس. فانا عندي في الباثولوجي عند حضرتك يقول لك ان الكيزياسماتيه تتجمع هنا كده في اللامبو دوزل تريانجل، وتتجمع في السوس ايه؟ في السوس مصل، حتى تعمل سوس ابسس، اسمه سوس ابسس. ممكن تجيلك في الام سي كيو، ايه هو السوس ابسس؟ هو تي بي اوف فيتي بي، هو تي بي في اللامبا فيتي بي. وخلي بالك الكيزياسماتيه اللي ممكن تنتشر للمنطقه دي، المنطقه دي بقى يا زعماء الاناتومي اللي انتوا عاملين تاخدوا اناتومي في اولى وفي ثانيه، يلا المنطقه دي، ده التريانجل اللي بيعدي فيه الفيمورال فيسل، ده اسمه الفيمورال تريانجل. فتلاقي عند حضرتك لو انا حصل انتشار للابسس او للكيزياس ماتيريال دي في اللمبة، هتحصل في اللمبو دوزل تريانجل والفيمورال تريانجل وفي السوس مصل، فيسمى السوس كولد ابسس. طبعا من ضمن الحاجات ان هو ممكن يضغط على الحبل الشوكي يعمل شلل، يعمل بابليجيا. والحكم الحمد لله، يعني الحمد لله ان ده بيحصل في 10% فقط من العيانين. سببه ايه يا صديقي العزيز؟ سببه ممكن يكون كومبريشن بسبب الانفلاماتوري دي، ما الحته حصل فيها انفلاميشن وبدات تقوم الحته ديت وتضغط على السباينال كود. او ممكن بسبب الاند ارتريتس اوبليترانس، مش انا قلت لك الاند ارتريتس اوبليترانس اللي حصل هيقلل كميه الدم، فما يقلل كميه الدم اللي هو حلل الحبل الشوكي ممكن يحصل فيه دامج، يبقى بسبب الاسكيميا. الفقرات دي من تتكسر يا دكاتره، الاجزاء المتكسره دي اللي فراكشر دي في تي بي ممكن تضغط على السباينال كود تعمل فيه تروما. يبقى البابليجيا اللي بتحصل في عيان البوتس ديزيز بتحصل اما بسبب الضغط بسبب الانفلاماتوري ايديما، اما بسبب نقص الاوعيه، نقص البلاد سبلاي اللي رايح المنطقه ديت بسبب الاندوتريتس اوبليترانس عمل اسكيميا، او بسبب الخبطه اللي فراكشر دي في تي بي. كده خلصنا حصتنا يا زعيم. اظن حصه مهمه جدا، حصه فهمنا فيها كل كلمه، اتمنى الناس تكون حفظت وفهمت معايا كل كلمه يا زعيم. السلام عليكم.